وصيتي ليك يا فطوطة يا ابن ابني، إنك لما تورث القصر بتاعي لازم تحافظ عليه. يا نهار مش فايت. يا فطوطة افتح بقولك. يا لهوي يا لهوي، هنعمل ايه يا عبقري؟ ده انا جاني كل في بقي من كتر اللي ماشي. القصر ده مش عادي، كان نفسك تورث القصر. مين قال؟ مين قال كده؟ انا والله كنت. انت تكفي الخشمك خالص، انت والجزعة اللي معاك ده ووشك في الحيط وقفاك ليا. والأمورة بقى تبقى مين؟ وانت مين بقى عشان تكلمني بالأسلوب ده أصلا؟ عارف لو لمحتك بس بتتحدد معاها أنا ممكن أعمل فيك إيه؟ الخدامة بتاعي يا أمارة أرارارارا بعتاجر. انت عارف انت بكلامك ده بقيت مديون بكام؟ والله ما هتلاقي أقصر ولا أحسن مني. ده أنا فطوطة النوتة كوانوتة. اسم الله عليّ.